هذا البرنامج برعاية الشغف والطموح من أهم الأشياء اللي تخلي الإنسان بيطور من نفسه وتشجعه وتحفزه، لكن لما تصطدم هذه المحفزات بتحديات وعراقيل هنا تكمن المشكلة. اليوم قصتنا قصة شغف مصطدم بتحديات كبيرة، قصة فاطمة لاعبة كرة القدم. فطوم، كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام؟ كويس. طب أنا نعرفك بس الناس مازال ما تعرفكش، فعطيني اسمك، عمرك، صف كم تقري؟ اسمي فاطمة الزهرة، مواليد 2009، عمري 14 سنة. باي فاطمة، ليش الكورة؟ من أنا صغيرة أنا ألعب فيها. شين اللي جذبك للكورة؟ ديما نلعب فيها أنا وأخوي، يعرف فيها للنوادي اللي ألعبنا وياه. هو اللي شجعك؟ إيه هو شجعني عليه. باهي وانت صغيره بديتي تلعبي، ما واجهتيش شويه صعوبات في ان المجتمع اللي حواليك يتقبلك كبنت تلعب في الكوره؟ كنت تلعبي في الشارع ولا لا؟ لا ما كنتش نلعب في الشارع، يرفع فيه هو النادي النوادي. نلعب باهي. كيف كانت ردود الفعل حواليك وانت صغيره؟ ما مرت يعني حاجات سلبيه. من اكثر حد شجعك في بدايتك؟ بابا اخوي. شو كانوا يقولوا لك؟ اعطيني شويه تفاصيل. هما يرفع فيا النوادي ويعطوا فيا في النصائح، مثلا نبوك تلعبي تكوني لاعبه مميزه هيك. باهي. ودور المدرسه كيف كان حتى هو؟ مدرستي شجعوني الحق، حتى الابلات شجعوني يعني ما عندهمش كلام سلبي علي. باهي. من المثل الاعلى بالنسبه لفاطمه في كره القدم؟ ميسي. باي قولي لي، من لما انت صغيره وبديتي في الكوره لغايه ما انت اليوم في المنتخب الوطني السيدات، صح؟ كيف صار هو النقله هذه؟ كيف صارت من هي بس مجرد هوايه لان انت توه تحاولي تحترفي، نقدر نقول، صح؟ يعني يوم من ايامات مشيت مع بابا، مشيت لي معاه للنادي. هو يتمنى نادي شنو؟ نادي يلعبوا فيها اكاديميات هو، فهمتي؟ اوكي. لعبت معاه ورفعت كورتي نلعب، مشى لقينا اكاديميه شافوني، هذا كابتن جمال بنور شافني وقال نبوها ترى معانا. يعني لعبت مع الاولاد فريق شباب، مارست معهم كوره 4 سنين. بعدين يعني سمعوا بي ان في بنت تلعب وهيك، داروا منتخب فئات عمريه مختلفه، صح؟ في. وبعدين مشينا لمصر، لعبنا بطولة شمال أفريقيا. لعبنا مع الجزائر، تونس، مغرب، مصر.
لعبنا معهم كان صعبة شوي البطولة طبعا. ايه لكن ما فيش نتيجة احنا. مستوى مختلف طبعا. ايه في ما هما مزينا احنا يعني كور عندهم متطورة ومدارس و... في اهتمام. ايه اهتمام عندهم. فبعدين لما بدوا يصفوا هيك فبعدين لما كرموا اول فريق جاب على البطولة فاز المغرب. وبعدين تونس. بعدين جزائر هيك. بعدين انا كرموني حصلت على افضل لاعب على شمال افريقيا. جميل. مع ان المنتخب خاسر. ايه لكن انا حصلت. حسيتوا بخيبه امل ولا ما تاثرتوش بفرق المستويات والخساره؟ الخساره بعد خساره كانت. ايه هو في تاثر شويه. لكن عادي المهم مثلنا ليبيا وحاجه. به المسؤولين على المنتخب هل هم ناس داعمه ليكم فعلا؟ واقفين معاكم؟ ايه واقفين معنا. وين المشكله باي فاطمه في رايك؟ يعني هو اللي معاي الكباتن هيك هم يدعموا فينا بس احنا ما فيش دعم زي المغرب. عندهم دعم. تحكي دعم على مستوى الدوله انت؟ ايه ايه مش دعم احنا من وزاره الرياضه بس. باهي وانتو كمنتخب في بيناتكم تناغم؟ هل درت صديقات في المنتخب؟ ايه تعرفت يعني اكيد نفس الشغف نفس التحديات صح؟ ايه تعرفت. شنو الفرص الاخرى المتاحه الان؟ انا نعرف انك انت حتى لعبتي في اكاديميه في تونس. في تونس صح؟ في جربة تحديدا. ايه كيف كانت التجربه؟ هي شوف اني اتابع لما نسافر نسافر ديما نمشي لتونس. مشينا السنة اللي فاتت في الصيف اللي فات مشينا لجربة. طبعا في أكاديمية ديما نلعب فيها. نلعب يوم مع الأولاد يوم مع البنات. بعدين لما روحت من الأكاديمية اتصلوا بينا الأكاديمية تجربة مشي قالوا نبو فاطمة الزهراء اتصلوا ببابا قالوا في مباراة. مشينا للفندق اللي بيلعبوا فيه في وسط الملعب مشينا لعبنا فيها المباراة. هذه المباراة هي كانت أكاديمية بن عاشور. لعبوا ضد توانسة وننا مع توانسة. هذه أكاديمية بن عاشور كانت في يوم من الأيام رافضة أن فاطمة تلعب معها صح؟ إيه هم شني زي ما نقول واخدة منهم موقف لكن ما دورتهم مش عادي يعني إن هم رافضين فكرة إن بنت تلعب مع الأولاد. فعادي يعني ما دورت. الأقدار إنك تلعبي ضدهم في تونس وأنت في الفريق الخصم تونسي. لعبت مع فريق التونسي ضد الليبيين. ما هم ما قالوناش ان بيلعبوا ضدكم الليبيين. انا شفت الباص لما نزلوا فريق بتاع اكاديميه بن عاشور. فلعبنا مباراه الشوط الاول ما نزلنيش الكابتن كانوا 0-0. فلما نزلت في الشوط الثاني ما سكرتش دقيقتين ودرت لهم جول. جميل. كان اول هدف لي يعني في الفريق التونسي ضد الليبيين. كانت ردة فعلك وردة فعلهم؟ هم يعني استغربوا كيف بنت حومتنا تدير فينا جول وهيك. فدرت لهم جول عادي ما دورتهمش. ما درتيش ردة فعل؟ انا قلت لهم يعني ردتيها لهم. انا ردتها لهم. باهي جميل. فاطمة انت عندك نعمة مش الكل عندها. عندك والد داعم واخ كبير داعم وشارح توا داعم ليك صح؟ ايه شباب المنطقة. فنبي منك كلمة للوالد شو تقولي له مقابل دعمه؟ هذا مش شيء سهل انه هو يواجه مجتمع رافض للفكره صح؟ الله يبارك الله فيه انه هو شجعني وكان سند لي وربي يحفظه لي وربي يطول في عمره ان شاء الله يا رب. وكذلك حتى اخوي حتى هو كان سند لي وشجع فيا ويدعم فيا. كيف قدرتي تفرضي احترامك؟ يعني هذه هذا تساؤل اكيد حتى الناس اللي تتفرج حيجي في بالها. يعني بنت عمرها صغير تلعب مع الشباب صعب ان هي تفرض نفسها في مجموعه من الشباب صح؟ كيف قدرتي تفرضي الاحترام هذا؟ كيف قدرتي تتجاوزي هذا التحدي؟ هو شوفي الاكاديميه هذه لعبت فيها يعني الاولاد اللي يلعبوا معي ما قالوا ليش كلمه سلبيه وكيف تلعبي معنا وهيك. الحق حتى هم كانوا يشجعوا فيا ما مرتش بكلام سلبي. جميل. يعني هيك ما يتضايقوش الشباب لما تتفوقي عليهم احيانا؟ يتحسس شويه. يتحسس. وانت شن شعورك في هذيك اللحظه؟ شعوري جميل يعني عادي. في رايك الرياضه وممارستك للكوره
ساعدت حتى في صقل شخصيتك وتقوية شخصيتك، ولا أنت شخصيتك قوية كانت قبل حتى الكورة؟ لا قوية قبل الكورة. جميل جميل، برافو يا فاطمة. صحيح. قولي لي توا وين تشوفي في روحك في المستقبل؟ شن تحبي تكوني؟ أنا نحب نكون لاعبة كبيرة مميزة، يعني المكان تبيني نكون فيه. لا يعني إيه، إنك أنتي تو جاوبتيني، لكن عندي سؤال تاني. لو جاتك الفرصة ولكن ما كانتش في ليبيا، هل ممكن يوم الأيام تلعبي في منتخب وتواجهي المنتخب الليبي؟ لو توفرت لك الفرصة خارج ليبيا واحتضناتك دولة تانية ولعبتي مع منتخب هذيك الدولة، هل ممكن تلعبي ضد منتخب ليبيا؟ مش عارفة، مش عارفة كيف. صعبة صح؟ صعبة. لكن لو ما توفرتش الفرصة هنا عادي نلعب. تلعبي معهم الفرصة مش متوفرة هنا مثلا، عادي نلعب معهم. تلعبي. نتمنى لك كل التوفيق يا فاطمة، وحابة شوية هيك نجروا رجلين ونشوف المهارات. شو رأيك تاخديني معك الأكاديمية بتاعك؟ أكيد. ووريني الأجواء غادي. حاضر. يلا بينا. يمين؟ ايه مين؟ انت عاد هذا مشوارك اليومي ولا الأسبوعي ولا شنو؟ ثلاثة أيام في الأسبوع. ثلاثة أيام في الأسبوع. تمشي على رجليك ديما؟ ايه ديما نمشي على رجليك. وما فيش حد يضايق فيك هيك وانت لبستك الرياضية وبكورتك؟ مش حد يضايق فيك في الشارع؟ لا لا، شجعوا فيا قدر. صح؟ أه. طب نجربه معاك انا بنشوفه. كان ضايقوك معناها انا المشكلة. لا. اللي يبي يحقق هو حلمه، اللي كان هو يبي يكون لاعب كرة مثلا، انت تدعم فيها ليها هي؟ لها هي. ولا ليك انت؟ لا هي، بالعكس نتمنى لها كل خير. انت وين تحب تشوفها؟ نشوفها في اعلى المراتب باذن الله. باذن الله تحب ان تشوفها لعيبه محترمه، وفي حتى موضوع الدراسه والمسار الاكاديمي. بالنسبه لدراستها ما شاء الله متفوقه، ومستواها الدراسي ديما امتياز. وهي تحب الكوره ورغبتها الكوره هويتها الكوره وعشقها الكورة، حاجة اللي تفرح فيها الكورة. ايه حديثة. بدايتها في الأكاديمية المدى، ملعب اللي موجودون فيه. ممكن تقريبا من 2018 طبعا. ما شاء الله. يعني كم عمرها لما كانت تلعب أو بدايتها؟ ذلك 10 سنوات. جميل. أو 9 سنوات. وشافها الكابتن جمال بنور وعندها أكاديمية المدى هذه، فشدها معاه، هو تبناها. والجروب اللي عادة تتمرن معاه أكبر من أكبر من هذول. فيها هذه صح؟ ايه فيها هذه، أكبر من هذه. الفئة السنية اللي هي تحت ال 16 سنة. ايه. مستواها بينهم كيف؟ بسم الله ما شاء الله. متفوق عليهم أو بتقاحر فيهم يعني؟ تو تشوفها وتحكم عليها بروح. ايه. طبعا هي تو يلعبوا دايم منتخب باسم فتيات ليبيا، ما اعرفش حكيت لك ولا. ايه حكيت لي. ايوه. هذا طبعا في إطار أن الفيفا الآن فارضة على كل الدول أن هي تدير منتخبات والفرق. صح حاليا. نسائية. ان شاء الله يا سيدي ربي يوفقها وتشوفها وين ما تتمنى واكثر. حاجه واحده بس، ادعموهم ادعموهم. الكره النسائيه موجوده في كل الدول. مظبوط. الدول العربيه، السعوديه، مصر، تونس، ممكن حتى في تشاد فيه. سامحوني فعلي كمان. انا ايش بنويتنا ما شاء الله. ابتعدوا سامحيني، ابتعدوا لهالبه حاجات، عشق الكره، تتفرج على الكره في النت، سهور الليل، مشروبات غازيه، قصه، تسمع بكلام المدرب. هذا إيه. كويس لي بنتي. صحتها، الرياضة متاعها، هلبة حاجات. يعني نصيحة من عرش أي حد عنده بنت وهي الكرة دخلها. عندنا منتخب اسمها فتيات ليبيا، عندنا لجنة اسمها كرة قدم نسية، لكن نبغوا الدعم من وزارة الرياضة. شو تقول لأصحاب النظرة الضيقة اللي رافضين إن إن البنت تلعب كرة، إن هي حكر على الذكور؟ لا لا ما نعرفش. علاش في مش فيها مثل شطرنج وطايرة وسلة نساء وسباحة؟ علاش ما نبدوش زي الدول الثانية؟ شنو العيب؟ لازم نقعدوا؟ لا عيب، لا قصة، مش عيب، ما درش عيب. هذه رياضة، تمارس رياضة.
ما نعرفش كل واحد ونظريته كل واحد وعقليته. ربي يوفقها يا كابتن. سلمك بارك الله فيك. سامحينا موفقين ان شاء الله. بارك الله فيك. صح عليك. واحدة بس حلوة. برافو فاطمة، بصراحة مستوى جميل، حاجة تخلي أنا هيك كمرأة زيك فخورة بيك جدا بصراحة. وعندي لك هدية يعني قدام شغفك وقدام طموحك قليلة جدا، أوكي؟ لكن إن شاء الله تكون خطوة إن هي تدعمك وتشجعك أكثر، إن شاء الله تعجبك. او ماي جاد، هذه حاجه بسيطه ملهاش علاقه بالكوره، لكن زي ما قلت لك نزلي وبيني شو بيني روحك وبيني مهاراتك للناس، وتو الخطوه الثانيه انك بوك تمشي لمكان بتاع مستلزمات رياضيه وتاخذي كل اللي ناقصك. تمام. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، نشوفك نجمه يا رب نجوم الكوره الليبيه. صحتك منور. ده شيء من أكبر 38. منين أسود قنينة هذه ولا أفضل؟ خط طويل. هذه مقص كيف؟ ما احسن تاع هيك ولا هيك؟ هذا الموديل الجديد، هذا اللي ما غير خيال. يا بابا لا 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 هذا البرنامج برعاية